تسير الأوضاع الأمنية في ليبيا من سيء إلى أسوأ، فباتت العمليات المسلحة ضد العسكريين والمدنيين من قبل الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وبنغازي شبه يومية وممنهجة، وفقد قتل جندي في الجيش وأصيب آخرون بعدما أطلق مجهولون وابلا من الرصاص على نقطة تابعة للقوات الخاصة والصاعقة بمنطقة الكواديك جنوبي بنغازي. استمرت أعمال العنف شبه اليومية في ليبيا وسط صراع بين الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية التي تحاول إنهاء مظاهر التسلح، فقد قتل عسكريون في الجيش برصاص مجهولين في بنغازي فيما هاجم مسلحون مقرا للجيش في المدينة نفسها ومقرا آخر لمنظمات المجتمع المدني في مدينة درنا شرقي ليبيا. وحول الحادثة قال مصدر بالشرطة إن مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على الجندي محمد شكري الورفلي فجر اليوم أمام بيته في بنغازي وأدروه قتيلا، فيما استهدف آخرون نقطة تابعة للقوات المسلحة والصاعقة بمفترق أرض الكواديك. وأشار المصدر إلى أن وحدات الحراسة ودوريات متحصنة في عربات مدرعة ردت على مصادر النيران باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة مما أجبرت المهاجمين على الفرار. من جهة أخرى وعلى وقع الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن بدء أول انتخابات للمجالس المحلية في عدد من مناطق شرق البلاد. يشار إلى أن السفارتين البريطانية والكندية علقتا أعمالهما في ليبيا أمس بسبب بتعرض العاملين بالسفارتين إلى تهديدات يومية من قبل قتائب الزنتان التي رفضت مغادرة العاصمة طرابلس.